السلام عليكم يا اخوان الاخوات، كي دايرين؟ هانيين، كلشي بخير. مرحبا بكم فلوق جديد في نهار جديد. غادي نمشي نديرو واحد الجوله في الشاطئ 5. الشاطئ 5 راه معروف انه واحد الشاطئ اللي كبير، من اهم المميزات ديالو انه فيه ديك الجرده ديال العمران جات في الخنت ديالو. انا غادي ندوزو من حداه دروك، زعما من حدا الجرده ديال العمران، غادي نجيبو دويره في شاطئ 5. شاطئ 5 راه متوسط، يعني كبير شويه، وما كبير ما صغير، ومتوسط. ومن اهم المميزات كذلك ديالو هي انه فيه ديك جزيره مولاي اسماعيل اللي مشهوره، وفيه كذلك يعني ديك قاع المغطاه جديده غادي ندوزو عليها دابا. هذا هو القنت ديالو، هذا اللي انفاس، هذا البلاكا هو القنت ديالو، هذه ديال الحديقه ديال العمران، سميتو في الشاطئ 5. دابا الشاطئ 5 راه يعني واحد المتنفس اللي كبير هنا، سميتو عليه يعني هاد حديقة العمر، متنفس كبير في الشاطئ 5، تمر عامرة شتيها فيها الناس بزايد، تيروحو فين العائلات، تيلعبو فيها الدراري الصغار، الناس زعما تيتنزهو. بالنسبة للشاطئ 5 كي قلت لكم فيه ديك القاعة المغطاة الجديدة، ندوزو نحداها نشوفوها كي راه قريب الافتتاح ديالها. فيها قهيوات، فيها مدارس الخصوصية، فيها بالضبط ديك فيها ديك نورتام سورتس، هي المدرسة اللي فيها جزيرة مولاي اسماعيل، هي هادي اللي على اليمين. هادي اللي على اليمين جزيرة مولاي اسماعيل، من الجزيرات اللي معروفة هنايا، لأن كانت مطلوبة وكان عليها الدرك، الناس اللي بغاو يبيعوا في هاد الشارع. هذا الشارع ديال 60، شارع واعر صراحه. الشارع هذا هو حيت هادو عندهم لي سباس قدامهم زايد، داكشي علاش عليهم الطلب، الشارع اللي تيدي ويجيب. وبالنسبه للناس اللي هاد البقعه اللي نبيعها هي 06 61 29 04 66، هادو هما المميزات تقريبا ديال الشاطر. بالنسبة للشاطر 5 يعني هما شتا هاد البقعة، هانتوما شتو واحد السيد كيبنا تا هو، دارا كلها كراجات من تحت، هاديك الدار راهي الحمراء، قاعدة زاد واعرة كاع، جات عمارة من داكشي رفيع. وهاد الصالة هي على اليمين، هي الله بحال تحلات، تحلات دابا مسدودة لأن مع العيد باقا مسدودة، غنجيبو دويرة تنقدوهم. يقول عاوتاني شي واحد علاش درتي لها الاشهار، حنا تنديرو الاشهار فابور لاي هاد لاصال انتوما، انا بحكم انني تندير الرياضه وهداك الشيء عز عليا الرياضه، جيم ايرو. السيد تنعرفو هاد السيد هذا، قلت لكم هاي في هاد العمارات هادو هما تيتبناو جداد، شتيهم ندوزو على مولاي اسماعيل. هاد جزيرة مولاي اسماعيل، هاد العمارات قلت لك طارو، هادو كلو في القند تباعو دغيا. ندخلو لهاد جزيرة مولاي اسماعيل، وخا ندوزو من هنايا دوزة وحدة بعدا، لأن من الجزيرات اللي عندي فيها متابعين بزايد، وندخلو نخرجو من الجهة الأخرى ونعاودو نجيو فهمتي، نديرو الخطر بعض المتابعين اللي تيكون عندنا من هنا، بطبيعة الحال خصنا نديرلهم الخطر جاي من هنا، ندوزو من الجهة الأخرى. ندوزو نتقبا من هنا وندوزو من هاد الجهة، ها وليدات تيلعبو هنايا كورة. دابا متعرفش واش الطريق تتخرج ولا متتخرج، داكشي باش
تلفت تقول واش ندوز من هنا ولا ما ندوز. ماشي جزيئة كي غادية غادية تبارك الله راهي تطلقات فيهم ويات. دابا بالنسبة للناس اللي بغاو يبيعوا هنايا دغيا دابا كاينة تقريبا شي 30 هنا لداخل كاينة شي 30 الساس 30 مليون فيه ار بلس 2 فيه لاكاب انا مخيرين هنا هذا السيسان اللي هنا مخيرين طلوبين عندي زمنات زيت من اسماعيل وهذا خرجوا من ليه ضروري الوليدات مساكن يكون تيلعبو كورة وهداك الشي نعطيهم حقهم نعلموهم بعدا نردو البال هداك الوليد مسكين حيد ليا سميتها هديك حيد ليا الحجرة من الطريق ندوزو من هنا تاني نمشيو مع هادوك مع هاد الفيلات راه دزنا لكم وحدة نعاودو ندورو داك الساس لي بعد كان عندي واحد الساس هاهو أنا شتي هاد الساس زاين هنايا هاهو بعناه مولا دابا راه داك السيد لي شراه راه هو هدا لي علي من الجامعة غادي تكون هنا اون فاس فهاد البلاصة الخاوية غادي تبنى الجامعة هنا كاين الفيلات هنا على اليسار ديال الريحان هانتوما شتو بداو الناس يبنيو هنايا السيدة بلا الفيلا ديالهم راه هي وخا هاد الفيلات هادو جاو بحال السيسان بناوهم البني ديال الساس فهمتي بناو البني ديال الساس هذا السيد هنا بدا هو بنا البني ديال الساس خربها ايوا واش دير هاد الكورة طايحة هنا غادي ندوزو على قاع المغطات جات القاع المغطاة حدا ديك نورتان صورت شوف دينا طالع عليهم الدم من طمصور طالع عليهم الدم مزيان لان ما لقاوش فيها داكشي اللي بغاو وبالنسبه ل وهما راه كاع المدن شتي المدن الجديده دائما تتلقى تعثرات وهداك الشيء انتم شتو بالنسبه ل هذاك شتي القاع المغطاة قريب الافتتاح ديالها ان شاء الله هاي شتيها هاي قريب الافتتاح ديالها غندير لكم واحد بريز دو في دو فاس جايبين هاد السيتيرنات ديال الماء لان ما عندهمش الماء هنايا باقي ما دخلوش الماء للقاع المغطاة
المشكل ديال القاع المغطاه هي ان دابا تلقى لي طواليت مكفسين. داك لونتروتيان كيف قلت لكم دائما تنقولها انا وتنعاود نقولها تنقولها وديرها. دابا المشكل في هاد المشاريع اللي تيداروا ماشي إحداث المشاريع هو اللي فيه المشكل، ولكن لونتروتيان ديال المشاريع هي اللي كاين عندنا فيها مشكل في المغرب. دابا تيدار مشروع وتيدار واعر بكاع المواصفات اللي خصهم يداروا، وتتسيني عليه المقاطعه والجماعه وتتسيني عليه التقنيين وكل شيء، زعما راه كل شيء فيه هو هذاك، ولكن لونتروتيان ديالو تي ما كاينش. من بعد صافي تدوز عليه واحد 3 شهور ولا 4 شهور صافي تتبدا ديك الحاله العامه ديالو كتدهور وكيولي ما فيه ما يتشاف، كيولي هذاك الا كان شي خضوريه كتدبل، الا كان شي تجهيزات كتهرس، الا كان شي طواليطات كيعمروا، الا كان شي روبينيات كيتهرسوا، الا كان شي فهمتي كراسه كيتهرسوا. دابا خاص بحال هكا شي شركه بريفي هي اللي تشد داكشي. دابا هادشي باش يخرجوا الناس على راسهم في هادشي ديال لي بريفات ديال الدولة دابا بقات مشكل مع الناس. دروك ما كتقول لك مثلا راه خصني كلشي كاع البريفاتيزاسيون ديال كلشي، كلشي غادي ترجعو تعطيه الخواص. هنا الخواص تيقابلو، ولكن كيفاش تخدم شي واحد و تيولي عارف راسو بانه راه تيقول لك خاشي كرموستو في الدولة صافي ما تيبقاش بغا يخدم، تيولي هو عيسى ليتون هو خارج حيت ما كاينش لي سوبيريور ديالو اللي بيحاسبو هذاك الشيء صافي تيولي راه خير عدسه وما تيتقى ما خدامش ما طاحنش السرابس مزيان صافي تيتهمل هذاك المشروع ما تيبقاش مقابل. تدير كاع الساس ما فحالوش اللي زعما اللي تدبر عليه وتدخلو يخدم مع الدولة، غير تيخدم مع الدولة يولي مرسم ما تيبقاش يجي. خص تا يكون شي كونترول ولا شي حاجة عادي تمو جايين تتجارة ومساح دير غسل سيق صبغ قاد نيتوايي دير، إلا كان شي زيارة مفاجئة عادة تمو جايين بحال هكا عاد تيولي داك الشي تيبان هكا كيدير. أو للأسف الشديد هذا هو القطاع العام هو هذا تيقول. حنا تنقولو هانيت في المغربي ديالنا تنقولو الوجه المشروك ما تيتغسلش، فهمتي الوجه المشروك ما تيتغسلش. ندوزو نشوفو هاد ما شحال هذا ما صورت لكم هاد المركز السينمائي ديال السينما، انت هذا الديبو ديال لك المهرجان ديال السينما شتيه هذا ديال المهرجان مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، هنا فين تيديرو داك الديبو ديالهم وداكشي. هذا دابا تيخرجوا على القطاع العام وفي الاخر تيوليو تيقول لك الدوله ما بغاش تخدم لها ما بغاش دير ما بغاش تفعل. الدوله كتخدم الناس والناس ما تيتلاوش باش يخدموا، وكدير كاع كونترولور كونترولي وتيبقى تيتساهل مع هذوك الناس تيقول لك واش انا بغيت نخرج على بنادم نجري عليه خدمته ولا ما تيبقاو شي ساكن شي تيغطي على شي صافي حتى تيمشي هذاك. لهذا خاص الدولة تكون كلف واحد هو اللي بغات تقول لي هاد المنشأة انت المسؤول عليها وان فينا تيكون هو المسؤول عليها يخدم ناس خواص كذا على حسابو شغلو هذاك، عطيه الميزانية ديالو وهداك الشيء وتخليه هو يتكلف بها هو خدام مع الدولة. هنا دابا حنا غاديين بين الشطر 5 والشطر 6، الشطر 5 هو هذا اللي على اليسار والشطر 6 هو هذا اللي على اليمين. دمتم في رعاية الله، تنظن بأن راه دوز لكم شويه الشطر 5. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.